بايكار تكستيل. واحدة من الشركات الرائدة في تركيا في قطاع الملابس الداخلية للنساء والرجال والأطفال والبيجامة، تواصل الحفاظ على استثماراتها بثقة ونجاح تجاري حققته في بلدها وحول العالم منذ تأسيسها عام 1984. بايكار تكستيل، والتي لديها حجم مبيعات في نقاط كثيرة من تركيا والعالم، هي شركة تصنيع ذات مستوى عالمي تبلغ طاقتها الإنتاجية الملايين مع أكثر من 1000 موظف و60% منهم من النساء، مجهزة تجهيزاً كاملاً مع مساحة مغطاة من 30,000 متر مربع وموزعة على مرافق الإنتاج في كل من قسم الأطفال والبالغين لتنفيذ تصاميم مبتكرة لتواكب صيحات الموضة، وتتابع عن كثب الابتكارات في مجال التكنولوجيا في العالم، حيث تمتلك من التكنولوجيا الحديثة ما يجعلها أكثر قدرة على تلبية احتياجات عملائها في أقصر وقت. إلى جانب نمطها الفريد وخط التصميم الخاص بها، تهتم شركة بايكار تكستيل بتقديم منتجاتها بأعلى جودة في الطباعة والخياطة والمواد الخام. تتخذ نهج إنتاج عالي الجودة وحساس لصحة الإنسان منذ إنشائها. تمر منتجاتها من خلال اختبار الأصباغ المسببة للحساسية والمسرطنة واختبار قوة الطباعة وجاذبيتها، حيث أنها تفضل الأقمشة القطنية الحساسة والمناسبة بيئياً في إنتاجها. بايكار تكستيل، التي تقع في مركز الموضة مع متجرها في 3 مواقع مهمة والتي تعتبر قلب اسطنبول، تقدم منتجاتها لعملائها بأفضل طريقة مع فريق التصميم الذي يتابع عن كثب أحدث صيحات الموضة، يجعل اسمها مسموعاً في جميع أنحاء العالم في قطاع الملابس الداخلية والبيجامة برؤيتها الأصلية والحرة. بالإضافة لعملائها في تركيا، فهي تتواجد أيضاً في عدة نقاط مهمة في العالم، في روسيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ومنتجات مصممة خصيصاً تنتج من اسطنبول لدول أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. وهي فخورة جداً بكونها تصدر منتجاتها إلى دول العالم المختلفة. ستواصل بايكار تكستيل تقديم خدماتها ضمن المعايير الدولية في جميع أنحاء العالم وفي تركيا، مع موظفيها الأكفاء الذين يواكبون الابتكارات التكنولوجية منذ نشأتها. ستواصل استثماراتها لتعزيز مكانتها في قطاع الملابس الداخلية والبيجامات، وستبقى مستمرة في الريادة، وسوف تستمر في خلق قيمة لبلدها بعزم. بايكار تكستيل.